شوية. يا شنو خير من العيط؟ أنا عيط المية. خير هالمية قطعها. لا لا لا، المية تقطر عليا. يا رسول الله وين؟ أهي من هنا من الجهة هدية. هذا جارنا اللي دار فوق دارنا عنده تسرب في المية. كلمة كلمة وفهمة، قول له راهي المية تصب عليا. شنو بندير لها؟ خلها تصب. كيف خليها تصب؟ تصب عليا عادية. شنو فيها؟ المية تصب عادية. يا سبحان الله، المية تقطر على الجيران عادية. ايه عادية، انا ما قلت لها قطري ولا مطري، انا ماليش علاقة بالمية. ده المية من شقتك، يعني انت اللي تصب في المية. باهي شنو تبين ندير؟ صلحها، هذه تضر بيك وبي. انت ساكن في عمارة مش في نجع، والعمارة منظومة جماعية. ايه نصلحها باش، وانا لا مرتب ولا سيولة، احنا مش لاقين الماكلة، بنصلحوا المية. تو هذا منطق؟ تو هذا كلام؟ تو هذه ثقافة مدنية؟ ما تعرفش تسكن في العمارة ما تسكنش. السكن في العمارة عنده شروط، انت مشترك مع السكان في هلبة حاجات. لازم من التوافق، لازم نتوافق معاهم في الاشياء المشتركة. هاي هاي صبوا صبوا الصابون والمية وجبدوا بقوة. هاي خليها تنزل مع الدروج. ايش بدي المية بغادي انت وياها؟ يا ساتر يا ساتر، هذا شنو؟ طب شوية المية تقول وادي محدر. تتوى بالله هذا وقت تهوهية. اوه بشوية شديرو. انسيقوا انسيقوا في الدرج، خيرك العفو، عمرك ما رأيت تسييق. رأيت اللي سيق، لكن مش وقت تسييق توا. اما لامتع والله ما نعرف، لكن توا وقت من واحد صغار من المدرسة والناس من العمل تصبوا عليهم المية يروحوا زي الفلاليس في القرة. قعمزوا انتم شوية قدام العمارة لين نكملوا ونشفوا. هيا خذ لك. هاي والله ما نقصنا كان نتصلوا بالفضائية. اتصور على الحالة السيئة. تهدد فينا بالفضائية؟ تهدي نظافة، والنظافة حاجة صحية. ما قلناش لا، لكن لازم من التوافق. التوافق اهم شيء. تفاهم انت والجارات الباهيات في الصبح مثلا، في وقت الناس في العمل في الضحوية. الجارات كلهم مشغولات يا بابا، أبلات وممرضات وموظفات. أما لا خلاص خلوها العشية. احنا ساكنين في عمارة، كل واحد في واد، واحد يرقد وواحد لا، واحد يسهر وواحد لا، التوافق معدوم. هكي معناها من ساسها الأول هناك عوز هيرانيا وانت سماك فرج. العمارة لها تقاليد معينة لابد منها. هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا خروف. خروف؟ خروف شنو؟ مازال على العيد اسبوعين. علمي علمك. قصدك ابي يقعد يصيح للصباح. ايه كان للصبح باهي، ليلة ونفوتوها، بالك قاعد عمانة للعيد. للعيد؟ يا والله نهار سعيد. انت خير يا جار؟ خير يا ابو جار، خير مبارك. الله يبارك فيك. شنو رايك فيه هالقرن؟ لا منيح، لكن راهي ايام العيد ما زالت. والله جاي قدامي كزوني 950، خذيتها فرصه ما عادش تتعوض. هذا في العيد يسوي 1000 دينار. قصدك بتخليه للعيد هني؟ طبعا هو بنحطه، هو صحيح بيقلقنا شوي بس الله غالب، نتحمله نتحمله يا سيدي. جارك حظك. لا يا بابا، جارك انت وحدك انت، انا بنمشي الحوش خوي. تغير راجي، هذه ما عادش ولت عماره، ولت غريبه. الغريبه تلقاه متعلم ويفهم في كل شيء الا في الوصول. مش معقول.